قلت تحيه يطردني 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 ولك 12 سنه ورحان. مسوي قصه ثانيه من الكلام. تحيه السلام وعود عليك قلت تعرف فلان فلان قال لي قلت ترى اخوي. قلت له ترى الرجال اللي قال لك هو اخوي لا هو نفسه. كيف اوكي زائد يا غبي اقول له يقص عاد نحكي كلام من جديد هيك لا 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 والله نحكي انا اعرف انا اعرف الدنيا مركب جيب يلا يا ابي قصه يلا خلها مو مكمل نفس القصه كمل كمل نفس القصه لا نفس القصه تكملها يا غبي يا ولد انا اعرف اللعبه يا نوم علي يا سالفه اللعبه ثانيه والله خلاص يلا قال ايش وين هي اخوي تعرف اخوي قال تعرف اخوي 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 ذاك اللي عانى يشغل بس صواريخ وكل رقيب قال ما اعرفه ايوه يوم قال ما اعرفه هو اعطني اثباتاتك واعطيه اثباتاتي يوم خذ اثباتاتي اركب موسى الرجل وخليها معه خليك على الخدمه يوم خليت اثباتات معه لا تكذر يا رجال ايش طعجك خلي الاثباتات معه وزبن يوم زبنت لو وارجع ولبق الجيبه الدوريه لبقت الجيبه الدوريه قلت مساك الله بالخير طيب مساك كمل خليك كمل قام مساك الله بالخير طيب وحشوني والله قال مساك قلت ميدا مساك الله بالخير والله العشاء معنا وحياك الله اليوم عشانا من الناضج والله ما قال والله ما تعشى معكم وعشاكم يا اخوي ميسور مع السلامه هو يقول والله انا الناضج الناضج الناضج